طبعا جايين علشان الانتخابات دي حاجة مهمة في حياتنا عشان تبقى مصر بخير. احنا طبعا جايين في حب مصر ودي بلدنا ووطننا، واحنا بنسعى انها تكون في خير وسلام، وده الهدف الاساسي بتاعنا، نعيش حياة خير وسلام وتنمية، ونفسنا نشوف مصر احسن بلد في الدنيا. شكرا. الانتخابات بامانة لسه مخلص دلوقتي الفوتنج بتاعي، والنظام هايل، ناس محترمة جدا جدا في القنصلية المصرية في نيويورك، وناس على أعلى مستوى. دكتورة هالة سالم، أنا جاية هنا من الصبح من الساعة 9 الصبح طبعا، لأن أي استحقاق لمصر بنكون إحنا أول الموجودين، وزي ما بنقول لما مصر بتنادي الكل بيقول بلادي، والحمد لله العدد بيزيد، وإحنا بنشارك طبعا لأن دي آخر حاجة في خارطة الطريق. إحنا واقفين مع الرئيس في تحقيق النصر، كل يوم من نصر النصر زي الفل، و وكقيمة الناس كلهم نظم على أحسن حال زي الفل. ربنا موجود، ربنا يخلي السيسي. تحيا مصر، وإحنا كلنا جنود مصر. أول مرة انتخب هنا وأسهل بكتير بصراحة، والأمور ماشية حلو، وإحنا نفسنا مصر تكمل بقى، مشت في بداية الطريق نكمل للآخر، وربنا معاها وإن شاء الله عمرها ما تضيع، عشان ربنا بيحب مصر. أرجوكوا أرجوكوا حافظوا على بلدكوا، أرجوكوا انزلوا انتخبوا، ما تسيبوش البلد تضيع تاني منكم، أرجوكوا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. جينا النهاردة من أجل مصر، لأن إحنا غيورين على بلدنا، بنحب بلدنا، وبنتمنى من ربنا إن هو يدوم محبة مسلمين مسيحيين كل المصريين تبقى إيد واحدة، عشان خاطر الشيطان ما يخش فيما بيننا، ونتمنى دايما إن إحنا نكون في يد أمينة وفي إيد ربنا، ومصر عمرها ما هتضيع. مصر غالي علينا كلنا، ولازم كلنا ننزل، والتعبان برضو ينزل، لأن حقيقة تستاهل إن احنا ننزل علشانها، لأنها هي عايشة فينا في دمنا، ما نقدرش نستغنى عنها مهما لفينا ومهما رحنا. مصر غالي علينا زي الفل، ومعاملة زي الفل، وإحنا حب مصر. تعب المصري كله لازم يروح ينتخب، وما يقدرش صوته هدر، ولازم يكون يحب مصر. بيجينا حنين ان احنا عايزين نرجع لها تاني وكده، ونتمتع حتى لما بنشوف اي حد من المصريين بتوعنا بنفرح بيهم، يعني ما عارفش ده حب ولاء للوطن بتاعنا. فلازم لازم احنا برضو نخدم وطننا، ولازم نختار الصالح، وربنا هو يختار الصالح، احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. يا رب مصر، يا رب مصر، يا رب مصر، احنا واثقين ان ربنا واقف مع مصر، وان شاء الله هتتم على خير، ومصر في تقدم، وتحيا مصر، وتحيا مصر. مصر دي في دمنا وفي عروقنا، وبنحبها خالص، وبنحبها اكتر من نفسنا، ونعيش ونحيا ونموت لمصر. اكتر من الكلام اللي يتقال، يعني انا قبل اي حاجة بشكر كل المصريين اللي جم علشان يضلوا باصواتهم، هي دي فعلا الوطنية، بنشكرهم. وزي ما قال قداسة البابا شنودة، ان مصر ليست وطن نعيش فيه، لكن وطن بيعيش في داخلنا وهيفضل دايما جوانا. تحيا مصر، يحيا الرئيس المحبوب السيسي، ربنا معاه وينجحه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وإلى الأمام، ومع الرئيس السيسي إن شاء الله مصر هتنهض وتبقى دولة كبيرة، ويعني إحنا معاه للنهاية إن شاء الله، علشان نرفع بلدنا، وإحنا في حب البلد دي بنعمل أي حاجة علشان نوصل ونوصل مصرنا لأحسن بلد في العالم، وإن شاء الله إن شاء الله هتبقى أحسن بلد في العالم. مصر بإذن الله، بإذن الله. كلنا جايين هنا في حب مصر، علشان مصر دي جزء مننا وفي قلبنا دايما باستمرار، مهما بعدنا عنها هي دايما في ذكرنا. احنا جايين من سيدر جروف ولاية نيوجيرسي عشان ننتخب في الانتخابات البرلمانية، وربنا يوفق، ودايما مصر في التقدم، وتحيا مصر، تحيا السيسي. تحيا السيسي، تحية للسيسي كبيرة قوي قوي قوي.
احنا جايين من ولاية نيوجيرسي سيدر جروف علشان ننتخب في البرلمان، وتحيا مصر وتحيا ويحيى السيسي وربنا مع مصر كلها. ان شاء الله كده يكون انتخابات بالتوفيق للبرلمان، ويكون يا رب كده مجلس نواب جيد يخدم البلد. مجلس البرلمان فعلا يكون مؤثر وانه فعلا يحقق امن الشعب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. احنا نزلنا عشان ننتخب النهارده عشان عايزين مصر تتقدم وتبقى قدام. من فضلكم انزلوا وشاركوا كلكم ايا كان رايكم، لازم الكل ينزل، ناس تنزل، لان لو ما نزلناش هنلاقي مجلس الشعب زي اللي فات. فلازم ننزل ونختار افضل ونختار الاصلح لمصر. وتحيا مصر. السفاره المصريه قايمه بدور جامد وتنظيم جامد، وحقيقي محضرين لكل حاجة، لكل واحد يجي، حتى تابعين الإقرار. طب لو انت متابعتهوش من على الويب سايت تابعينه فوق، دوك تقدر تملى بيانات وتنتخب بصوتك. ربنا يبارك في مصر ويحميها من أعدائها ويحميها.